السلام عليكم أينما كنتم، ساعة من الرياضة في كورة، أهلا بكم. البداية مع العناوين. الأسماء المرشحة للهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة تعود إلى بغداد بعد إنهاء المقابلة مع وفدي الاتحاد الآسيوي والدولي في الدوحة. الشرطة يتعادل مع الميناء بهدف لكل منهما ضمن الجولة الرابعة للدور الممتاز. الجوية يحل ضيفا على الكهرباء، والنجف يستضيف أمانة بغداد يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة للدور الكروي. المدرب المساعد للقوة الجوية لؤي صلاح: التركيز من قبل اللاعبين مفتاح التتويج بدرع الدوري. لاعب القوة الجوية علي حصني يؤكد بأنه جاهز للعب بنسبة 100% وقرار إشراكه بيد الكادر التدريبي. لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تعقد اجتماعا يوم الأحد بشأن الأحداث الأخيرة التي رافقت مباراتي أربيل والصناعات والنجف والكهرباء. قصي منير يقطع نزاع القوم: لن أعمل بعد الآن كمدرب في الدور التأهيلي لكرة القدم. بشار رسل: من حق المدرب كتنيتش مغادرة العراق بسبب الخطورة من فيروس كورونا. أهلا بكم مشاهدينا، نستعرض معكم جدول نتائج ختام الجولة الرابعة الجولة الخامسة ليوم الأحد، حيث تعادل الشرطة مع الميناء وسيلتقي الجوية مع الكهرباء، بينما النجف سيقابل أمانة بغداد. أما نسب التصويت على سؤال الحلقة السابقة توقعت نتيجة مباراة القيثارة والسفانة، حصل خيار فوز الشرطة على 55%، أما التعادل توقعه 25%. ونتابع معكم أهداف المباراة ولنا عودة. مباراة أمام الأهلي، كرة هنا إلى الأمام، جول من أي ناس باستاد الشعب يسجل في مرمى الشرطة. لا 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 لا، الشرطة لم يعزف، بل إنما أبناء البصرة الفيحاء. ها هي السفانة تغوص قادمة من شط العرب مرورا بنهر دجلة، وصلت إلى بغداد وحطت رحالها في استاد الشعب. وبالتعود سعد عبد الأمير، هنا تتود، الله الله من سعد، وكأنها رسالات سعد. الله 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 الله، في أي مكان أسكنت. نحييكم مرة أخرى. سؤال الليلة يقول: ما توقعت نتيجة مباراة الجوية والكهرباء التي ستقام على ملعب التاجي لحساب الجولة الخامسة؟ والخيارات: فوز أحد الفريقين أم التعادل. التصويت متاح عبر حسابات البرنامج بمواقع التواصل الاجتماعي التي ستظهر أسفل الشاشة، ونتابع معكم تحضيرات الفريقين للمواجهة. نريد نستفاد من تعثر بعض المنافسين إن شاء الله، وفريقنا الحمد لله، لكن يبقى مباراة واحدة ما تحزر ظروفها شي يصير يعني، لكن الحمد لله وشكرا، احنا نتوكل على الله، فريقنا جاهز، ندخل بروحية عالية. أكيد استعداداتنا مميزة مباراة الكهرباء، وهسه احنا مصدرين الدوري، إن شاء الله نستمر على نفس الأداء وإن شاء الله نتيجة إيجابية إن شاء الله. صراحة فريق الكهرباء من فرق جيدة، وبالمقابل احنا هذا الدوري كله من 14 مباراة، كل مباراة احنا بالنسبة لنا مثل مباراة نهائية. تعرف اللاعبين عندما يلعب مع فريق القوة الجوية أو الشرطة أو الزوراء والطلبة، أكيد راح يعني يكون استعداداته تختلف عن باقي المباراة، تكون مباراة جماهيرية ولها صدى واسع. طبعا احنا مرينا بانتكاسة بداية دوري، رغم انه الجدول كان يعني غير منصف نادي الكهرباء، يعني تعرف المباراة تخذناها، الحمد لله وشكر لله جاهزين هاي المباراة وعادين لعدة ان شاء الله نحاول نرجع ولو نتيجة ايجابية. مباراة صعبة اكيد امام فريق الجوية الاكثر استقرارا تقريبا بالدوري، ان شاء الله نحقق نتيجة ايجابية تتعدل وضعنا بالدوري. اكيد احنا نطمح ان شاء الله بثلاث نقاط، اكيد احنا صارت التركات الاخيرة يعني من الفرق، احنا فريقنا يعني جيد، لكن هي يعني سوء الحظ لم يحالفنا في اغلب المباريات. لاعب الصقور علي حصني يؤكد جاهزيته بشكل تام، وقرار المشاركة عائد إلى الجهاز الفني، نتابع. أنا بالنسبة لي جاهز يعني ما عندي مشكلة، بس بقى الكادر التدريبي هو اختيار إليه، أكيد هو اللي يشوف اللاعب الأجهز في المباريات يشركه، بس الدوري طويل إن شاء الله، وأوعدكم إن شاء الله المباراة القادمة راح أكون متواجد إن شاء الله. تعاضت من الصعود بالمدرب؟ لا بالعكس، لا بالعكس، لي شرف إنه أكون أحد لاعبي القوة الجوية سواء بالملعب وخارج الملعب. بالنسبة للمدرج أنا كنت 5 أيام بالبيت يعني، وجيت بيوم مباراة، فمن المستحيل أتواجد في المباراة يعني حتى بالدكة، فاضطريت إنه أشاهد المباراة على المدرج. راح تشارك بالملعب اللي عين ملعب التاج؟
والله هو قلت لك هي الإصابة قدر يعني مو قصة ملعب وهاي صح ملعب تاجي سيء بس إن شاء الله نتعامل يا يعني نتعامل بظروف المباراة مثل ما يكون إن شاء الله. أنت جاهز بالملعب؟ جاهز 100% إن شاء الله. كابتن عباس عطية، الرياضة العراقية بحاجة إلى ثقافة الابتعاد عن المفردات الهابطة، نتابع. كلام صفة المتكلم، والإنسان اللي يمتلك ثقافة هسه خصميها ببداية تربية، هسه حتى الكلية صارت كلية التربية والرياضة، اللي يمتلك تربية جيدة ثقافة جيدة مفرداتها تكون جيدة، حتى إذا كانت مفردات ناقدة فهي بضمن الأطر اللي هنسميها المؤدبة، أما الأطر الغير مؤدبة فتدل على أنه شخصية المتكلم هي شخصية بائسة صحيحة أو هابطة، اللغة الهابطة تدل على 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 المتحدث بها، واللغة المرتفعة تدل على أنه الشخص اللي يتحدث بها أيضا مرتفع، والمفروض أنه المدرب اللاعبين، أنا طبعا هاي ما سامع من المدربين إساءات بصراحة، قد أسمع بعض الانتقادات من هنا ومن هناك بدون تشخيص من، لكنه المفردات الهابطة بصراحة يجب أن يبتعد عنها أي رياضي. من أن نتخلص بحاجة إلى شنو؟ بحاجة إلى ثقافة، ثقافة بناء، ثقافة تصريح، ثقافة لعب أيضا. جماهير النجف تطالب بفتح الملعب الدولي أمام غزلان البادية، نتابع. ملعب النجف الدولي، واحد يقول صيانة واحد يقول ما صيانة، لحد الآن ما عرفنا شنو مصيرنا الملعب الدولي، نحاكي اللي قائمين على الملعب الدولي يقولون لا الإدارة ما تريد تقيم مباريات، فإحنا نريد نعرف الحل. بنا لين إحنا يزيدنا فخر لأن مدينة أمير المؤمنين أي واحد يزيدنا فخر يعني يلعب بيها ويقدم المستوى الزين، نحن من القديم على عيني وراسي، بس هذا ملعب جديد راون عالم. صيانة جاي يقولون صيانة، كل ما جاي يقولون صيانة. ها الكابتن أحمد والله العظيم. أخي كان والله يعني تجي أنت للشركة المنفذة للملعب تقول إحنا سلمنا الملعب جاهز لوزارة الشباب والرياضة، تجي لوزارة الشباب والرياضة والدكتور يعني المسؤول عن الملعب الدكتور أحمد نصر الله يقول الملعب مجاهز. مجاهز من ناحية الكهرباء يعني من ناحية الكهربائية السكترات ويقولوا دزينا دعوة همات مديرية الكهرباء محافظة النجف الأشراف إجوا وبدلوا جوازات يعني أكو فد يعني شلون جلاديو داخل ملعب النجف الدولي. لاعبة كرة القدم الصغيرة روان تخالف القواعد وتجري تمارينها مع الأولاد بسبب إهمال المؤسسات المعنية للرياضة النسوية، نتابع. أنا أعشق كرة القدم وأحب مثل منتخبات وطنية، أتمنى من الدولة أن توفر إلينا أكاديميات مال بنات. أشكرهم كلش الأخوات الأبطال موفري لي كل دعم والإسناد، قعدت وياهم ويا الكابتن علي حسين عودة ويا البنات نادية فاضل وزينب وغفران، ذولا كلهم صديقاتي بنادي قوة الجوية مركزي هجوم راس حربة. أتمنى إنه من الدولة إنه توفر لهم كل أكاديميات البنات، لأن بعض البنات يدخلوا لي ريد أكاديميات مال بنات. أحب على صعيد مال بنات أحب نادية فاضل، وعلى صعيد مال ولد أحب يونس محمود. أتوقع له مستقبل باهر إذا بالجوية وإن شاء الله بالمنتخب. أضيف له بس النصائح، وهاي مرات أمرنها قبل الشباب أمرنها شلون أقول لك نصيحة أكثر شيء يعني تعرف الابنين مو مثل الولد، يعني النصيحة دائما قريب عليها، أنا دائما قريب عليها. تحية أخرى مشاهدين الأكارم ضيوفي لحلقة هذا اليوم، كل من الدكتور أسعد لازم حياك الله عضو الهيئة الإدارية نادي الزوراء المرشح لعضوية الهيئة المؤقتة للاتحاد، مرحبا دكتور. أهلا أستاذ علي، شكرا على حياكم الله. الزميل حيدر الرماحي الإعلام الرياضي، مرحبا حيدر. مرحبا بك زميل علي ومرحبا بك دكتور أسعد. قبل البداية مع ضيوفي معي عبر الهاتف الكابتن المدرب عبد الغني شهد مدرب نادي الشرطة، حياك الله كابتن، الحديث عن تعادل الشرطة مع الميناء وأسباب التعادل، تفضل لك الكلمة. نعم مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام، حياكم الله. يعني أكيد المباراة اليوم هي واحدة من المباريات اللي ما كنا نطلع على نتيجتها، لكن في واقع الحال
انا اعتقد انه فريق الميناء لعب باسلوب مميز و يعني اقصد مميز وبغلق المساحات وايضا التكتل الدفاعي وبالتالي الاعتماد على الهجمات المرتده اللي نار من خلالها انه هو تقدم على نادي الشرطه. مع ذلك فريقنا لحد الان لدينا كثير من الامور، وانا ذكرت في لقاء سابق انه لا يمكن الافصاح الان عن بعض الامور اللي ممكن اللي في نادي الشرطه، لانه احنا في بدايه المنافسه والكل يعرف احنا لدينا الان فريق الشرطه لاعب فقط 3 مباريات، ممكن بعض الفرق لعبت 4 مباريات. حدث وياك عن وضع الشرطه بشكل عام، لكن النتيجه تعبر عن واقع المباراه بصراحه؟ لا اكيد لا، وانا ما القى اللوم يعني على يعني انا اتمنى انه فعلا بصوره عامه يعني حكامنا يعني يعني بعض الامور اللي حتى الشد اللاعبين يعني ضياع الوقت يعني بصوره كبيره جدا، ما اقول ضد نادي الشرطه فقط وهذا، لكن اتمنى انه نسلك الطرق اللعب اللي مالوفه لكسب الوقت لخط جوانب التكتيكيه. ومثلا شنو ابرز نقطه سجلتها يعني على التحكيم اليوم؟ والله انا اعتقد انه الغاء هدف لنادي الشرطه في بدايه الشوط الثاني كان ممكن ان يتقدم، وحتى الهدف اللي جاء على نادي الشرطه هو اصلا الفاول على لاعب الميناء ومراقب الخط بينه وبين الحدث اعتقد 3 ياردات ما اشار الى خطا، لكن احنا نحترم قرارات الحكم وبالتالي الحدث اللي حصل وايضا حتى الوقت الضائع 3 دقائق انا اعتقد ان تغييرات زائد مرتين حارس الميناء فقط ما اعتقد انه يعني من المعقول ان تكون 3 دقائق هي الوقت الضائع. لا ممكن الوقت الضائع قد تكون حلو، لكن احنا ردت يعني الحق لكل الفرق. جيد، ردت اسالك عن دخول نبيل صباح وخروجه بالشوط الثاني، يعني دخل كبديل وخرج، اكو اصابه او شيء لا سامح الله؟ والله البعض انا اقول البعض من اللاعبين يعني ما يعني ممكن يريد لصاعقه، مو فقط نبيل يعني كثير من اللاعبين اللي الان مثلا عندما تتكلم عن نادي الشرطه يقول لك منتخب وطني، المنتخب الوطني هذا لاعبين 2 اساسيين بالمنتخب الوطني. وبدا اللاعبين في نادي الشرطه يفقدون مكاناتهم في المنتخب في المنتخبات الوطنيه وفي المنتخب الوطني، فانا ما اتعامل ويا اسم هو لاعب المنتخب الوطني بقدر ما اتعامل على عطاء داخل الملعب. احنا نبيل نزل في وقت بحاجه الى الجهد العالي والى المثابره والى لانه واحد من اللي ردت افعلها من خلال نبيل انه هو لازم تكون اكو عندك عمل من الاطراف، لان الدفاع المتكتل ما عنده غير 4 طرق ممكن الكروسات والكرات الثابته والحلول الفرديه والتهديف من خارج منطقه الجزاء. ما اعتقد بكره القدم فك الدفاع المتكتل غير هذه الطرق، فعند ما يكون مازن فياض ونبيل صباح من الاطراف يكون اكو عندنا مفروض عمل، لانه نادي الميناء غالق جهه اليسار، عارف انه قد يكون واحد من المفاتيح لعبنا هو مازن فياض، فأردت أنه أعتمد على الجهة الأخرى في سبيل أنه تمويل مروان وعلاء عبد الزهرة ببعض الكرات الجانبية اللي ممكن من خلالها نحسب المباراة. هذا ما حصل ويعني بدأ اللاعب أنه أشوفه هو ما يعني ممكن أنا أكون مخطئ، لكن هم أنه حتى لو أنزلك ممكن دقيقتين 3 دقائق من أشوفك أنت ما متفاعل ويا اجواء المباراه، لو يصير اي لاعب كان من يكون يعني بعض الاحيان ممكن ينحسب علينا هذا الشيء، لكن عليك انه تحترم. انا ما اقول نبيل ما محترم لا ابدا، بالعكس، لكن ما كان وجهه نظري، قد اكون انا مخطئ. زين، هو راي فني، انا فقط ردت يعني استفهم منك عن يعني هذا الموضوع. راي فني يعني جيد. المحترفين كابتن غني شهد، محترفي نادي الشرطه شنو قصتهم؟ والله محترفين نادي الشرطة يمكن بس بالاسم، لان انا انت الان تخليني اتكلم كلام يعني ما المفروض اتكلم الان، لانه انا ذكرت لك انه مو كل الامور يعني الان ممكن ان نفصح عنها، وخصوصا اللاعب المهاجم اللي حاولت انه قدر الامكان دخلته دقيقة 80 ممكن الكرات العالية البنية البدنية مالته قد يسوي محل،
لكن انا وجهه نظري انه هو لاعب عادي جدا ما يعني زين. انا فقط تساؤل بسيط كابتن غني، اذا كانوا المحترفين فقط بالاسم حسب تعبيرك نصرف عليهم من عدم مبالغ العقد الفندق والاكل والطعام والشراب وروح وتعال، يعني المن خليهم بالشرطه اذا انت ما مستفاد منه؟ ممكن منهم. ممكن اللاعب الاخر قال ديون ممكن يكون افضل، لكن اللاعب اللي الان انت تتكلم عنه انا حتى اليوم بلغت مشرف الفريق انه اذا اكو عندكم جلسه تسويه بينكم وبين هذا اللاعب وممكن يعني تنهون العقد، لانه فعلا حتى لا تصير مثلا محسوب عليكم شيء تصرف عنه. أنا قبل هاي المباراة عندي 13 لاعب فقط جاهزين في نادي الشرق. زين ماذا عن مصطفى ناظم؟ سمعنا قريب وقع. فقط 13 لاعب عندي كانوا قبل هاي المباراة، لكن إن شاء الله ما بعد هذه المباراة يعني تكون طبيعية جدا. مصطفى ناظم وقع للشرطة كابتن غني؟ نعم مصطفى ناظم وقع للشرطة بشروط. شنو الشروط؟ يعني شروط بينه وبين الإدارة بشروط مقترحة من عندي أنا كمدرب، إذا يجب أن يكون جاهز 100% ويشارك بالوحدات التدريبية ويشارك بالمباريات حتى يكون العقد هو الثالث مطول. شكرا جزيلا كابتن غني الشهد، تحياتنا إليك، كنت معي عبر الهاتف، وأعود لضيوف الأعزاء وجدد الترحيب بكم. دكتور نبدأ من المقابلة في الدوحة وعن طبيعتها لحد الآن مبهمة عند الشارع الرياضي، شنو اللي صار بهذه المقابلة؟ تفضل. بدأ تحية لك كابتن علي وتحية للكابتن حيدر الرماحي ولكل كادر ومتابعي قناة الفرات. حياكم. يعني احنا كان حضورنا يوم 5/3 الخميس كان يصادف في حضورنا للدوحة على ضوء السيفيات اللي قدمت للتقديم على الهيئة المؤقتة لاتحاد كرة القدم. نعم. هناك كان تواجد ممثلي الفيفا الاتحاد الدولي وأيضا الاتحاد الآسيوي، مجموعة يعني تشكيلة من 5 إلى 6 إضافة إلى كانوا مترجمين 2 موجودين. حلو. والعملية كانت كل يعني توقيتات لكل مشارك أو لكل متقدم. المقابلة جماعية لو فردية؟ فردية. حدثني عن مقابلتك، دخلت للجنة، شنو طبيعة الأسئلة؟ دخولي يعني طبيعي جدا، كان هناك ترحيب يعني رائعين جدا يعني بالحضور، الضيف عندما يحضر يقومون استقبال وهم قدموا نفسهم قبل ما أنا أقدم نفسي، كل عرفوا واحد نفسهم كل واحد، بعدين أنا قدمت على الضوء اللي الشخص اللي هو اللي يعمل إخراجي يعني يطلعك من غرفة الانتظار وتروح باتجاه. شنو اللي تتذكره من اللي قابلوك من سيفياتهم؟ شنو تاريخهم الرياضي مثلا على مستوى الدولي والآسيوي حتى نعرف منو اللي راح يقابل نجومنا وأسماءنا هاي صفوة اللي دزيناهم دكتور؟ هم أيضا ناس معتمدين في الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي وناس أيضا فنيين، من خلال الكلام من خلال الطرح عرفت بأن هم ناس انهم باع طويل بهذا المجال وانهم فت خلفية، بالإضافة لهذا هم يعرفون واقع الكرة العراقية، الأزمة اللي ترافق الكرة العراقية. حلو. ولهذا يعني من سيفي كان امامهم، هناك عندي اكثر من محطه اشتغلت بها، يسالوني على المحطات اللي عملت بها، هاي وين وهاي وين، عندك وحده من البطولات كاس غرب اسيا، يتاكدون من المكان وتوقيته، مثلا غرب اسيا كنت مدرب منتخب الوطني في 2009، اخذوا التاريخ والمكان اللي مثلا مشاركاتي في الدورات الاسيويه، 3 دورات آسيوية مكاناته. بالاضافه لهذا مثلا انا عضو باللجنه الفنيه حاليا مثلا محاضر آسيوي، وذني كلهن يتابعوهن بالفقرات اللي موجودة واحدة من الأسئلة اللي طرحوها طبعا هل هناك أكو تدخل حكومي بالعملية أو الأمور اللي المكتب التنفيذي السابق كان هناك أكو تدخل حكومي، أيضا أنتم حاليا من إجيتوا أكو هناك تدخل حكومي؟ زين أنا تحدثت هناك علاقة طيبة. خلي أناقش فقرة التدخل الحكومي بمحور آخر، لكن أنا أسأل عن مكان تواجد المقابلة حيدر، هناك ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد، لك شنو المشكلة ذا المقابلة في قطر ومعارض؟ حياك الله لو مرة ثانية وحيا الله الدكتور أسعد، أتمنى أن حلقة اليوم الدكتور ما يزعل من عندي، لأن الكلام اللي راح نتحدث به كلام يخص الشعب العراقي، يخص الرياضة العراقية، يخص الكرة العراقية بوجه الخصوص. طيب. أنا بس أريد أسأل سؤال للدكتور وأيضا ال 13 شخص اللي حضروا إلى قطر، فحص طبي سووا لكم؟ احنا ما يعني الفحص الطبي شنو ليش؟ ليش يعني احنا وجهه نظري كاعلام كمتابع للواقع الرياضي من اي ناحيه؟ هسه راح اسولف لك من اي ناحيه؟ من المعلم يعني لا مو من مرض كورونا، لا وانما احسها مقابله تعيين،
لا اكثر ولا لازم. انا احس استنقاص من الكابتن والدكتور اسعد، لازم ان يجي شخص يقول له بطولة الخليج اللي شاركتها بال 75 او بال 64 وين صارت وبيا منطقه وبيا مكان. هذا امر يعني انا حتى من المعيب ارى بان يذهب ل 13 شخص الى قطر، قضيه تخص بلدي. والان اذا اريد نتحدث عن الامور الواقع الصحي اللي دا يصيب البلد، فهو دا يصيب كل البلدان العالميه، لا احد يحكي على كورونا ويقول بسبب كورونا وراحوا القطر ومشاكل من هذا الموضوع. هوايه من الاعلاميين طرقوا بالفتره الاخيره. التوقيت معلن قبل ما نروح، قبل ما يكون يظهر. لماذا لم يتم الرفض دكتور؟ يعني هل هي فرضه انه يجب ان يكون الاجتماع في قطر؟ انا اقول لك يعني الجانب الامني ما خلى اللجنه تحضر، يعني الجانب الامني كان واحد من المؤشرات اللي وضعوها والتساؤلات اللي صارت في وقتها، احنا ما نقدر نحضر، فاذا احنا نحضر في قطر. اتوقع هذا الموضوع منطقي. اللجنه اللي حضرت على مود الشوف ملاعب البصره كانت بوقتها، وملاعب بغداد ايضا، الايران اللي صارت على مود قضيه عدنان درجال. نعم. وقضيه الاتحاد بوقتها كان العراق مشتعل من لربما من الوسط حتى جنوبه، ما نريد نذكر الشمال. وين المشكله اذا كان اللقاء في قطر، يوغوسلافيا، ماليزيا، وين المشكله؟ لا مشكله. شنو اعتراضك على هذه النقطه؟ انا اليوم خلينا نوضح للمشاهد شنو المشكله. انا اليوم داخل قضيه بلد والمتقدمين لهذا المنصب الآن، ومن عمل على إخراج الاتحاد السابق أو تغيير روتين هذا واقع الكرة العراقية هو من أجل الإصلاح. فإذا كان الإصلاح لم يولد في العراق، ولد خارج العراق، هذا أي إصلاح علي نتكلم؟ إذا تسمح لي خلي مداخلة يعني تزامن معنا والحضور والمقابلة، أيضا هناك اجتماع لتحديد مصير أبطال الدوري، ابطال يعني الانديه الاسيويه، وايضا ابطال الكاس، يعني زامن ايضا في قطر. ليش ما قالوا هم اختاروا احنا؟ ليش ما نعترض على هذا الجانب؟ ليش اختاروا قطر؟ ايضا كان متزامن معانا، وايضا حضور ممثل الاتحاد الاسيوي منتخبات لدوريات قطر. الامر منتخبات من انت ترى اجتماعكم او مقابلتكم في قطر الامر طبيعي، صح؟ طبيعي جدا. وين مشكلتك؟ يقول لك مشكلتي الامر مو طبيعي، لان هاي الشغله تخص العراق، فهان اللي يريد يجي يصلح للبلد لو يجي يمي يقعد بالعراق ويشوف الوضعيه ويتقبل من عندها الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي. اذا خايف على روحه لا يتدخل بالموضوع، خلي يحلها على الانترنت. اشو ما شاء الله الصين وايران قامت تعطي دروس لطلابها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حتى يدرسون. ما يقدر يتحدث ويسوي مقابله عن طريق سكايب. ايش كم ضيف انت مستضيفه عن طريق سكايب يا علي؟ يعني احنا 3 ايام ما شاهدنا اي شخصيه قطريه، 3 ايام اي شخصيه قطريه ما شفنا. انا يعني دخلنا الشخصيه القطريه، انا بديت احس انه هذا محافظه من محافظات العراق. لا اسمح لي، احنا اذا تتحدث بهذا الجانب، احنا من حضرنا ما شفنا اي شخصيه من الاتحاد القطري، ولا التقينا بهم ولا استقبلونا، كله متبني الموضوع الاتحاد الاسيوي والاتحاد والفيفا. حلو. السؤال بذات المحور ناقصها بعد يتدخل ابو الاتحاد. لا اقول لك هذا مؤشر يقول لك ليش على قطر اذا قطر بتتدخل بهذا الجانب. هذا السؤال وهذا يراود بشارع حبيبي انت، يعني لو صار بالاردن هم يعني لا تتدخل حتى بالاردن مرفوضه. نفس الحديث الفيفا ما يقبل. اذا قال لي بمقر الفيفا بسويسرا راح اقول لك ايه على عيني وعلى راسي، هذا اتحاد دولي وبمقرهم ودزوا علينا ومن حقنا نروح لهم حتى نحل شؤوننا الداخليه، بس مو يجي يسويها بدوله بعد عني تبع ساعتين. خلينا نتحدث عن تفاصيل المقابله دكتور. اذا كانت هي مناقشه لسيفيات الذاهبين للمقابلة، لا ليس يعني انت حاليا وين تعمل الاولى؟ خل اكمل الفكره. نعم. ومن حقك. نعم. تعلق عليها ارسال السيفيات ويروحون يناقشوها يعني. نعم. خلص لا اسمح لي، اولا بده يشوفون الشخصيه اللي موجوده هل هي جاهزه للقياده المرحله القادمه وخاصه الهيئه المؤقته. بعدين السيفيات مو يعني ليس هي بس طرح المحطات اللي يشتغل بها، يشوفك حاليا انت وين تعمل، هل انت الوقت يسمح لك بان تعمل بالهيئه المؤقته اذا كنت استاذ جامعي، او انت كنت مثلا مستشار في دائره معينه، او مدير مكتب، او رئيس جامعه، او عميد كليه؟ هذني كلهن هل الزمن مالتك الوقت مالتك يكفي بان انت إذن تعمل؟ اذا عندهم شروط محدده لقبول شخصيه معينه، وحسب هاي الشروط اللي وصلت للاعلام واللي سمعناها يا علي انه اي شخصيه ينتمي الى وزاره او الى مجال حكومي هو راح يرفض اوتوماتيكيا، و90% اللي رايحين من عندهم هم ولذلك سألوكم دكتور هل هناك تدخل حكومي بهذه الاسماء صح؟ او بعمل الاتحاد؟ كان مو بالاسماء يعني انتم في عملكم او الفتره السابقه هل كان هناك تدخل حكومي؟ انا ما كنت اتحدث. شنو كان جوابكم؟ انا بالنسبه لي يعني كنت اعمل في اللجنه الفنيه في اتحاد كره القدم. نعم. ما كنت اشاهد هناك تدخل حكومي، ولهذا كان الاتحاد ماشي بعمله
لكن الظرف اللي مر به ارتأت الهيئة الموجودة في اتحاد كرة القدم أن تقدم استقالته. هل الحكومة اجت وقفت عمل اتحاد كرة القدم؟ هل هي وقفت المال؟ المال كان أخوبا أنا عندي موجود أنا بالعضو لجنة القرار 140 رئيس لجنة المتابعة وأيضا كنت أتابع المال والحصة الكبيرة كانت لاتحاد كرة القدم. هاي جانب آخر وراح يأخذنا الحديث ثاني. السؤال عن الأسماء المرشحة الاتحاد الدولي ما يعرف انه اكو قضيه بين عدنان ودرجال، ما يعرف انه صار اجتماع بين عدنان ودرجال وبين الاتحاد من اجل تقديم الاستقالات وكذا، لأن مو الاتحاد هم من قدموا الاستقالات، اكو ضغوطات ماكو ضغوطات من حقهم يسئلون، بس اذا نجي نريد نتكلم بالواقع نعم اكو ضغوطات من قبل الحكومه، واذا نريد نسولف انه اغلبيه الان اللي راحوا حبايب وزاره الشباب والرياضه، انا ما عندي اشكال لا ويا الوزاره حبايب؟ اي حبايب يعني الدكتور حبيب وزاره الشباب والرياضه؟ انا سبق وان قلت لك يعني من مجموعة 13 شخص طلع لي 3 أشخاص هم فنيين هم إداريين يستحقون التواجد في الاتحاد المقبل. معترض على بعض الأسماء؟ معترض على أغلب الأسماء. خل أمطيك أسماء. أحمد عباس، عوف لي أحمد عباس، سلف لي بالمستشار مال وزير التعليم العالي شنو إلي دخل بالموضوع؟ واحد وزير واحد التعليم العالي واحد أياد بنيان مستشار رئيس وزراء شنو إلي دخل بالموضوع أيضا؟ راح يقول لي كنت رئيس نادي الشرطة في وقت سابق. هذا مو منطق الحديث الآن، مو منطق. أنا دا أتكلم عن هيئة مؤقتة تقود الاتحاد في فترة زمنية مدتها 6 أشهر، بيها بطولة كأس العالم، بيها مشاركات آسيوية خارجية، بيها مرض الكورونا اللي هي المصيبة الكبرى اللي لحد الآن ما حد مسولف بيها وما راح ندري بواقعها. اللي يقود نادي من ضمن شروط الفيفا يقول لك انه اي شخص اتبنى الراي الاخر، اللي يقود نادي مثل الشرطه اللي بمختلف الالعاب ويحقق دوريا، شنو اعتراضك عليه انه يروح يقابل من اجل الهيئه المؤقته؟ طين اعتراضك على الاعتراض الفلوس اللي حصلها بنادي الشرطه نفسها راح يحصلها باتحاد الكره؟ ما افتهمت يعني الضخ اللي صار من قبل وزاره الداخليه بوقتها بفتره اللي استلمها الاستاذ اياد بنيان، تحياتي له، ونعرف علاقته القويه بوزير الداخليه انا ذاك بوقتها الاسدي. هل تعتقد نفس هذه الاموال هي نفس انا نفس هذا السؤال اللي انت سالت لي سالت العدنان درجال، مشروعه وردي جدا واحلام ورديه جدا، لكن واقع الحال يفرض علينا انه احنا دنمر بواقع مرير بالكره العراقيه. بعد الاسماء اللي عندك مشكله عليه كثير مثلا، انت اطرح الاسماء عندنا 3 أسماء 4 اللي هم من الممكن ان يقودوا. زين انت ليش ما نطرح الان؟ مو قلت انت واحد من عندهم والله دكتور؟ لا الباقيين زين مثلا احمد عباس رجل يعني متبرس. احمد عباس مو انا كل الاسماء اللي موجوده يعني عامله شامل كامل مستشار اتحاد اسيوي موفق عبد الوهاب لاعب ممكن ان تقود على عبد القادر حكم دولي يا حيدر. ما راح افكر بقضيه انه مجرد 6 أشهر هي مؤقته وخلنا نعطيها لمن يا كان. لا هي يعني هاي الاسماء يا هشام يعني انت الان احنا تكلمنا دكتور اسعد عمل فنيا بالزوراء جاب لقب عمل بالاتحاد تريد عامل فني لو اداري درب المنتخب فنيا واداريا فبالتالي عندما اسلم منصب انا اعرف انه هذا الشخص اهلا لها. انا انت شخص ادري هذا الشخص عمل في المجال وحده راح يشكل لجان يا دكتور مو راح يشكل لجان؟ راح يشكل لجان وراح نرتب الوضع الهيئه العامه توسيع الهيئه العامه النشط عمل اللجان اللي قبل ذني كلهن منو اللي رشح أسماءكم حتى تروحون قطر؟ هاي اللي مو بس أنت تريد تعرفها كل الجماهير الرياضية ما حد يعرف الأسماء من رشح. هسه أنا مستعد يعني هي مو سالفة رهان وكذا اتصل بالهيئة العامة؟ لا 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 اتصل بلجنة البرلمان والشباب الرياضية ما معنى قل لهم تعرفون شلون ما معنى؟ لا وهي لجنة تشريعية وهم دخلوا بقضية الاتحاد وقضية عدنان درجة تالي انت من حليتني المشاكل أسانة من صارت مشكلتي واحد وصارت القضية واحد عفتوني أما لي دخل بهم اتصل بالهيئة العامة شوف الهيئة العامة هم نفسهم لحد الان هم اعضاء اتحاد هاي الهيئه العامه قل لي اكو احد بيهم يدري بالاسماء اللي راحت ولو اسم واحد. خل اسال الدكتور، دكتور منو اللي رشح الاسماء اللي ذهبت الى قطر من اجل المقابله؟ الهيئه العامه، الحكومه، اطراف مخفيه مثلا؟ جهه رياضيه قدم السي في وانا قدمته للسي في مالي. لمن قدمته؟ يعني من شخصيه رياضيه موجوده عندنا في البلد. عدنان درجة؟ لا شخصيه موجوده يعني من ضمن الناس اللي موجودين. دكتور هي شغله عيب ما تقولون لا 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 قول انا قدمت من الشخص ابد ابد احنا شنو انت وزير الشباب الرياضي؟ لا ما له علاقه الرجل ابد ما دخل نهائيا وزير الشباب. المن دكتور قدم؟ احنا سي في قدمته هو الرفع للاتحاد الاسيوي وللفيفا. اي المن سلمته السي في؟ يعني سؤال منطقي والناس اللي تعرف منو اللي رشح هذه اللجنه ومو عيب ترى طبيعي لاي كان الاسم احنا نفتخر بالاسماء اللي راحت تمثل العراق
فمنو الاسماء اللي يعني مثلا استاذ او دكتور شامل كامل اتصل بي ممكن ترسل لي السي في مالتك انا تنسيت الهيئة والرجل معانا موجود وهو ايضا مرشح زين يعني وقابل ما به الكابتن عدنان درجال رشح اسماء لانه الكابتن شرر حيدر علن اعلنها قال طونر للسيفيلي الكابتن عدنان درجال هو اللي طالبه بنفسه حتى موفق عبد الوهاب موفق عبد الوهاب نعم زين وانا يصح ان يكون يعني عدنان درجال ليش هو اصلا يصح انه مرشح هو مرشح يتصل بثاني يقول له رشح لي السي في مالتك حتى ادزه ويا السي في مالتي علي انت اليوم قناه خابر عليك تقول لك اريدك تقدم لي برنامج تتصل بحيدر رماح تقول له حيدر دز لي السي في مالتك بلكي اذا ما قبلوني يقبلوك هذا مو منطق احنا هنا نريد نسال تحيات الشخص ومع جل احترامي اللي متصل به هو شخص ايضا مرشح لهذا المنصب اذا وين المنطق بالموضوع وبعدين يعني دكتور شامل كامل رجل عامل في الاتحاد الاسيوي لفتره طويله وكان هو سفيرنا بالعراق في الاتحاد الاسيوي كل امورنا كانت شغلاتنا هو ينهيها ويحسمها بعض الشيء يعني اكو امور زين لم يستطيع الدكتور شامل ان ينهي هذا الموضوع وينهي هذا الجدل اللي دخلنا به بصراحه وراح تدخل به البرامج الرياضيه لمده 10 ايام لحد ما يصدر القرار انت تقول عمل بالاتحاد الاسيوي اذا شخصيه مرموقه ويعرف الدكتور اسعد لازم شنو شغله وشنو عمله وماذا تاريخه ويعرف اياد بنيان ويعرف عبد الخالق اذا ما قدروا انه الاتحاد الدولي يستعينون بهاي الشخصيه حتى يرشح عده شخصيات دون المرور الى سين وصاد انا بالنسبه لي ذكرت لك منو رشحني ومنو المن انطيت السي في مالتي زين الشخصيه رياضيه ومرموقه الاخ عباس الياسري يقول تحيه للاخ حيدر الرماحي توجد قضايا مشابهه بالعالم لحاله اتحادنا حصلت لدول اخرى مثل مصر سوريا الامارات فهل يعرف الاخ الرماحي كيف تم اختيار الهيئه المؤقته فيها والله قضيه خاصه بالدوله تحياتي للسيد عباس الياسري يعني اذا انا قاعد بالعراق وقضيه صارت بالاتحاد المصري او الاتحاد السوري ما اعرف شنو دخلي بالموضوع حتى انا اكون مهتم بقضيه الاتحاد المصري او الاتحاد السوري اقول اذا هي حاصله باتحاد اخر وين الضير اذا تكررت في العراق احنا ليش دائما نتعكز على اسطوانه الوطنيه وكانما هي خيانه للوطن لان الوطنيه ما موجوده لان الوطنيه احنا هسه حاليا وخصوصا بمساله كره القدم احنا فاقدين يا اخي كل من ذهب لقطر مو وطني انا ما دا اقول لك مو وطني لا وطنيين على عيني وعلى راسي وتحياتي لهم جميعا وكل الاسماء محترمه بس لماذا لم يرفض الذهاب الى قطر هل هنالك نص موجود في القانون الدولي او الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا يقول الا بقطر تقعدون يلا تحكمون زين اذا رفضوا ما كان اجى مفدر الاتحاد الى العراق والله كان اجى زين بس ما صار رفض وراحت هناك لو كان هذه المقابله في اي دوله اخرى في السعوديه هم رافض راح تعترض وهم راح اعترض ليش مو بالعراق فقط ويا قطر ليش مو بالعراق انا ما عندي مشكله ويا قطر طبعا راح ترجعني سالفه البرنامج وراح يعتبرون ان انا عندي اشكال ويا قطر انا ما عندي اشكال ويا قطر لا والله هو جانب الامني دا اقول لك انا ما احضر لبلدك جانب الامني ما قبل انا شهر كانت اوضاع بغداد اقوى من هذا الموضوع هم الاتحاد يجيك ما جارنا الاتحاد ما يجيك زارنا وفد من الاتحاد الدولي لولا يعني بالفترة اللي كانت مظاهرات بغداد زي. مو بس دخانيات حتى رمانات ضار من المتظاهرين الصحفي كرار محمد تحياتنا إليه يقول تحياتي لكم من تواجد في قطر يجب أن يحاكم وفق القانون العراقي الذهاب إلى دولة مجاورة لقضية داخلية وهي خيانة للوطن دكتور بارك الله بي على المادة لا نسوي مادة قانونية تحيات بارك الله بي بهالمادة صراحة خلي يضيفها مادة قانونية اللي باشر احنا ندى نسالف على هذا المنطق يعني سموكم لا مو صحيح مو صحيح لا لا خيانة. هي مو مسألة والله خيانة. وطنيتنا جعلتنا شوف وطنيتنا جعلتنا أن نجتمع ونروح باتجاه قطر حتى نحسم موضوع كرة القدم ليش ما اليوم عندنا فراغ اليوم عندنا فراغ كبير في كرة القدم ما يجوا يا أخي ما يجوا هو مو موضوع اسمه ولا أربيل دزيته كتاب رسمي حتى إلى الاتحاد الدولي وقال لك ما يجي انطرح موضوع حتى أربيل ما وافقوا البصرة ما طرح الموضوع هم الخطاب اللي صار بين العراق و من اللي خاطب من العراق انا مو تدري بتفاصيل انا مو كل هذا انا رجل دعيت احضر وعلى ضوء السي في مالتي صحفي خيام الخزرجي تحياتنا الى لماذا لا يكون اختيار دوله قطر امر طبيعي جدا باعتبارها قبلة للرياضيين حسب وصف البعض اكمل الرساله وماكو اي اشكال من توجه 13 شخصيه عراقيه مؤثره في الرياضه الان اذكر علامات تعجب واضع علامات تعجب لكن عندما كان الكابتن حسين سعيد يقود اتحاد الكرة في 2006 و2007 من الأردن وأربيل بسبب التهديدات التي تعرض لها كانت مثلبة
واضحة الفكرة؟ وبنفس الوقت مو أغلب المعترضين كان يشكل على الاتحاد المستقيل إقامة المعسكرات منتخباتنا في قطر؟ ألف رحمة على روحك الفنان جعفر السعدون، قال عجيب أمور عجيب قضية. تحياتنا لخيام. تحياتنا، يعني ترى خيام دا يسولف اللي أنا دا أسولف به، يقول يعني ليش مو بالعراق، لماذا قطر؟ علي إذا نرجع للسنوات مو الأربعة، إذا أريد نسولف العشرة الأخيرة، قطر متفضلة علينا بقى شعر رأسنا خصوصا بمجال كرة القدم، معسكرات مجانية، سكن مجاني، تنقل مجاني، حتى وفودنا اللي تنزل سيارتهم بالمطار وتاخذ السيارة وتروح مجانا، لو اكو بروتوكول تعاون، حسب بروتوكول تعاون، بروتوكول تعاون، تحسس لهذه القضايا، لا كان محتاج، لا كان محتاج، انت محسسني قطر جوي وعسكره ويمنا مجانا بالبصره، نتيجة بروتوكول تعاون. وشنو البروتوكول اللي مخلينا انا يومية رايح القطر، خلي العب يمكم طوبه وتمرينين وثلاثه؟ يمتلك العراق الجرأة أن يقول ما نروح نقابلكم بقطر تعالونا؟ يمتلك، بصراحة بس ماكو شخص دز مسج، وأنا متأكد 100% إلى الاتحاد الدولي أو إلى الاتحاد الآسيوي، طالب به أن يقام الاجتماع داخل الأراضي العراقية سواء بالشمال أو بالجنوب. أحمد عباس خاطب في أكثر من مرة، يعني دعا الممثلين الفيفا والاتحاد الآسيوي إلى بغداد، هم هذا كان الإجابة مالتهم. تحيات لم نحضر الاستاذ بنيان، يقول والله أني هم رادوا بكوالالمبور بس شافوا قطر أفضل، لا خلف الله عليهم عمل الاتحاد الدولي ورايتكم، والله أنا أشعر بها جدا طبيعية، جدا طبيعية، الناس اللي أقول مو طبيعية. أخذ حتى لا يتحول الحلقة والحوار إلى جدال، بس أخذ معلومات أكثر، إيش قد تطلع النتيجة؟ إيش قد العدد من الأسماء راح تشكل هيئة مؤقتة دكتور؟ طبعاً من 5 إلى 6 العدد أشخاص اللي يتم اختيارهم، جيد، والمدة من 10 إلى يعني 10 أيام إلى أسبوعين. ليش 10 أيام؟ تجي النتيجة. وين يعني وين اللغز بالموضوع؟ يعني يرجعون كل واحد يقدم تقريره للجهة اللي باعثته كممثل الاتحاد الآسيوي وأيضاً الفيفا، وعلى ضوها يعني يتم قرار بتسمية الناس اللي وقع عليهم اختيار. أكو مجسات لديكم أسماء سربت؟ لأن بصراحة مواقع التواصل الاجتماعي كل من قام يسوق لمصلحته. احمد راضي، كل هالسالف لاحمد راضي، احمد راضي من قبل، خلينا نطرح الاسم احمد راضي، راح يكون هو على ايضا مؤقتة. ايضا هو حضر معانا، حضر معانا الرجل، هم مقدم سي في وحضر نفس المده اللي انا حضرت 25 دقيقه، كل واحد الى 25 دقيقه، 25 واكو بعض الشيء يمكن 20 دقيقه او 15، يعني دكتور علاء عبد القادر تقريبا 15 دقيقه. زين. يعني دار حديث بينكم وبين الكابتن احمد راضي خلال تواجدكم؟ يعني طبيعي مثل ما حديث جاري، يعني وضعنا اعتيادي حديث، يعني اصدقاء اخوه احنا موجودين كعراقيين ونتبارى بالحديث، ماكو فشي يعني زين يعني يخص اللجنه واي شيء. جيد. الكابتن علي لفته تحياتنا اليه يقول تحياتي لك اخ علي ولضيفيك الكريمين، تواجد الاتحادين الدولي والاسيوي باجتماعات في قطر هو من عجل بتواجد المرشحين، انتهى الموضوع، لماذا نتحدث عن أمر غير مبرر؟ ننتظر ما يخدم بلدنا والأسماء التي ستستعجل بالبناء والتصحيح. بارك الله فيك سطر. أنت عايف جوهر الموضوع ونسف الاتحاد وتشكيل هيئة مؤقتة، جوهر الموضوع اللي كان يتكلم به البعض وأغلبية البرامج الرياضية وبرنامج السابق من ضمنها أنه يتكلم عن إصلاح رياض، وأغلبية البرامج دعت إلى أن يكون الإصلاح من العراق، مو كلها رضت عدنان درجان ليش بقطر وبس يجي بالفترة اللي يكون أكو اجتماع بها أو محاكمة بها، ومو رضوا أنه جاية تيونس محمود بس على قد المحاكم ورجعتها، ليش ما يستقر في العراق؟ إذن لماذا الإصلاح لا يولد من رحم العراق ومن بطن العراق؟ لماذا من دول الجوار؟ أنا ما عندي إشكال لا على دولة قطر ولا على السعودية ولا على الأردن ولا على أي دولة كانت، لكن واقع العالم يقول الآن العالم كله يمر بأزمة بسبب مرض كورونا، تقول لي الأوضاع الأمنية؟ لا، الأوضاع الأمنية جدا طيبة وعالي العال حاليا في العالم. إذا تسمح لي، يعني إحنا حتى مبارياتنا المنتخب من كنا نطلع هو على مود، يعني كمنتخب في ملعبه لو هم أن في حسابهم الناس المشرفين والحكام. الكابتن اللي علي هادي تحياتنا إليه يقول تحياتي لكم، تواجد دكتور أسعد أسعدنا بالهيئة المؤقتة، شخص أكاديمي رياضي مدرب دكتور عامل بالشأن الإداري ومحلل رياضي، صفات نفتخر بها، أما عن قطر أو أي دولة، حيدر الرماحي منذ 10 سنوات نستجدي ونمد دينا لله يا محسنين، استضافة طبيعية رغم تحفظي، لكن الأمر وقع، رياضتنا تحتضر، لذلك علينا الصبر. صار 2 يقولون انه الموضوع هاي مو نقطه نقطه حيدر، خلينا نتناقش ايش راح يصير في المستقبل. صار هنالك هيئه مؤقته، احد راح يتعهد لي انه راح تكون اجتماعاتنا القادمه كلها بالعراق
بعد هاي الهيئة المؤقتة، وأتمنى طبعا تحيات للكابتن علي هادي، أتمنى دكتور أسعد يكون من الهيئة المؤقتة وبعد ما صار بس إن شاء الله ينقبل شخص أكاديمي وشخص متمرس على واقع الرياضة ويعرف واقعنا المرير. قاعد هنا ماسك اللي لا بقطر ولا راح قاعد بالأردن ومنك يريد يقود ولا بدول أخرى. أنا رفضي على الموضوع يا أخوان، مو رفضي على قطر، رفضي على الموضوع بأن لماذا لا تكون للشخصية العراقية مركزية؟ ليش ما كل من قال يا الله رأس ركضنا وراء، ليش ما نناقش، ليش ما نسولف؟ ما أنا أريد أحد يثبت لي الآن أنه أكو رسالة أرسلت إلى الاتحاد الدولي الفيفا أو الاتحاد الآسيوي من شأن إقامة الاجتماع داخل الأراضي العراقية. زين، الأخ نجم الأوسي يقول الأخ حيدر الرماحي يتقبل الترشيح لأعضاء الهيئة المؤقتة من أي شخصية أو جهة، لكن ينتظر أن تذكر اسم الكابتن عدنان درجال لكي يعترض وبقوة ويتناسى ويتغاضى كل سلبيات الماضي التي أوصلتنا إلى هذا الحال. ولا واحد مشكلته في الذهاب إلى الدوحة في الوقت الذي كان وما زال القطريين يدعمون كل الاتحادات العراقية السابقة والحالية ولمختلف الألعاب بدون أي مقابل. يعني حتى ترى الاتحاد المقبل راح يدعم الجانب القطري وراح يوقع بروتوكول مع قطر. أنا بشرك من هسه لا وانتهى لفترة من الفترات، انتهى خصوصا ويا معسكر الأشبال. تعترض إذا كان اتحادنا المقبل لديه علاقات طيبة مع قطر والسعودية وسوريا والأردن ودول الجوار؟ فاهم الموضوع بالمقلوبة، أنا فاهم اللي طلبنا الموضوع. من اللي فاهم الموضوع بالمقلوب؟ الرسالة من جتك الأخيرة؟ أخ نجم الأوسي. أخ نجم يعني تحياتي إلي، يعني أنا دا أسولف إن الأسماء اللي أرسلت لل 13 منو أرسلها؟ كل المؤشرات تشير الى الكابتن عدنان درجال. زين كابتن عدنان درجال هو قضيه رئيس اتحاد مستقبلا، هل من الصحيح ان هو من يتم ارسال الاسماء من خلاله؟ يعني القضيه مدروسه، يعني ليش ما اخلي اشخاص او لجنه تكون داخليه هي من ترسل الاسماء اللي ترشحهم للهيئه المؤقته؟ ستش كم شخص علي لتسا حددت هم من ارسلهم الكابتن عدنان درجال؟ تحياتي لابو حيدر. انا ما اسعد قال لك والله الكابتن شامل كامل رشحني، شنو علاقه شامل كامل بعدنان درجال؟ يعني انا اشوف الشخصيات كلها كانت الأسي. يعني الاختيار يعني كلنا الشخصيات اللي راحت، انا من شاهد الشخصيات وحضرت انا جدا كنت يعني سعيد بتواجدهم، لان يعني ما حد يختلف على اثنين او ثلاثه كل الاسماء الكل. بالمقابل ايضا اللي مثلا اي ممثل الموجود يعني بالانديه او من الاتحادات الفرعيه، مثلا دكتور رافد من رئيس الاتحاد الفرعي لبابل ايضا شخصيه رياضيه واكاديمي واستاذ جامعي، وايضا رجل عمل فتره طويله بلجنه المنتخبات، يعني هذا من حقه ان يتواجد في اللجنه المؤقته. والله دكتور كلهم من حقهم التواجد، بس الإشكالية هو من أرسل الأسماء، والإشكالية الأخرى لماذا لم يتم. الكابتن يونس جاسم القطان يقول الأمر لا يتعدى المعرفة والتحدث مع الشخصيات الرياضية المرشحة للعمل في اتحاد الكرة، ولكن لماذا حينما يذهب اللاعبين المصابين بالعلاج إلى قطر وإقامة المعسكرات واستقبال الوفود العراقية في قطر، لماذا لا يعتبر إهانة وتدخل وجريمة؟ يا سولفين بها إهانة راح نصير يا كابتن يونس، انت وياي بأكثر من برنامج وأكثر من حلقة تكلمنا أنه هاي إهانة للجانب العراقي، وهذا البروتوكول كله على بعضه هو إهانة للعراق لأن صار أكثر من اللازم وزودوها جماعتنا بوقتها بالسابق. سيد سعد الهماشي يرسل رسالة حتى ننتقل لمحور أكثر هدوءا، يقول ما هي أهم مهام الهيئة المؤقتة وكم هي الفترة المحددة لها، وهل لها الحق بتغيير عدد الهيئة العامة؟ أنا أجيك الجواب موجود. فضل. المدة 6 أشهر توسيع الهيئة العامة، وهي رغبة للشارع الرياضي أيضا، هناك حيكون توسيع لاعبين منتخبات، الحكام، المدربين، لجنة الأساتذة الأكاديميين الموجودين اللي هم في فعالية كرة القدم، فحصير توسعة. فأنا أتوقع بأن العدد يعني يعبر في 90 100 أو 80 أو 90. الموضوع قلنا ندخل للهدوء، التوسعة راح تكون مجرد رسالة أو برنامج نسولف بيه ونقول راح يتم توسعة العدد من 50 أو 60 إلى لو بقانون، والقانون يجب أن يشرح لجنة الشباب والرياضة اللي قلت لي ما لها دخل. تغيير ما لها دخل بترشيح الأسماء حيدر، لا تخلط. أنا ما لي دخل بترشيح الأسماء. فدكتور أكمل هذا المحور، لدى الهيئة المؤقتة الصلاحيات بتغيير النظام الانتخابي والقانون واللوائح وتوسيع الهيئة العامة؟ كل من حقنا كل هاي التعديلات وإعادة هيكلة الاتحاد بوضعه كله لازم على ضوء اللي موجود كعملنا لجنة المؤقتة، أيضا قلت لك التوسعة، اللجان العاملة اللي موجودة أيضا إعادة النظر بها، كلها راح ترجع
في عملنا. انا اعتقد هاي الفتره 6 شهور يعني حيكون علينا ضغط اذا كنت انا من ضمن اللجنه الموجوده. عمل دوب رادنا عمل يعني متفاني، عمل راد وقت طويل متواجدين في الاتحاد، وحتى راد لنا اكثر من ورشه. مو بها احراج اذا هي الهيئه المؤقته 6 اشخاص راح يختارون، تروحون 13 ليش؟ مو راح يصير بها احراج، فلان الرفض، فلان ما انقبل من الهيئه للعداله. اولا كلكم اكاديميين يعني انا اشوف لو مثلا 6 وتم اختيارنا اعتقد راح يكون ردة فعل في الشارع، ليش ذولا 6؟ هم 13 واحد الرماح رافض انه يعني انا اقول لك 13 في اجواء يعني ديمقراطيه تم اختيار هذا العدد. وبعدين يعني مو صعب هسه اسم يرفض من الاسماء اللي راحت بعد المقابله؟ مقابله التعيين، ما انا سولفتها بالبدايه يعني احس المقابله مثل مقابله التعيين، وبالتالي لا 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 مو تقليل، لا مو تقليل، ما هو التقليل اصلا صار من قبل. لا لا انا قلت عملت مع جل احترامي، ما هو اصلا تقليل كان للدكتور من اجى مو فد الاتحاد الدولي وساله انه انت شنو شغلك وين دربت، وان المفروض هو يعرف لا 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 ولا فعل، ويجي يساله عن مخطط المقبل للاتحاد القادم والى مشروع الاتحاد اسمح القادم. اسمح لي استاذ حيدر، انت من تدخل اذا لجنه طبيه يقول لك اسال انت اللجنه الطبيه ولا تسال حكيم صح؟ انت اسمح دكتور بها اهانه وتقليل مقابلتكم مع اللجنه. كانوا كلش ممتنين وكلش مرتاحين، واشاهد بان هم يعني جايين من اجل ارتقاء الكره العراقيه الى حسسوكم بقيمه العراق وانت تمثل العراق، لو بها تقليل وسؤال كانه ما استاذ ما احد من الامور. خل اقول لك بها اللي هم كان اول ما حضرت هو الممثل الاتحاد الدولي وليس الاسيوي. نعم. اول سؤال سالني قال لي عدنان حمد، اقول عدنان حمد شونه جيد يعني هذا يعرف العراق. يعرف قال لي عدنان حمد شونه شنو اخباره، فذولا بتسموا قلت له عدنان حمد موجود في قطر وايضا محلل في قناه بين سبورت. هذا اول سؤال سالني الي، سالني باعتباري اني فني ومدرب، فسالني وانت قالوا له من الزوراء، هو يعرف ايضا عدنان كان في الزورة. هاي واحدة من الشغلات المهمة جدا، بس هاي حتى للتاريخ أوثق. نعم. أي إهانة أو إساءة لأي شخص عراقي ما صارت بالمقابلة. والله يا يعني كابتن أو أستاذ علي شوف كانوا ممتنين ومحترمين. يعني ترفض المصطلح اللي وصفه حيدر واللي قال كأنه ما مقابلة تعيين. دخلت من الباب كلهم تركوا كراسيهم وافتروا من وراء المنضدة وتقدموا للباب علي كلهم يعني. وبعدين بدي اطلع والله اللي يعرف بشخصيتك وقام لك حتى يسلم عليك هو هل مجبور يعني على السي في مالتي انا خدمت، هل مجبور يسالك انه هاي البطوله انا اعتمدت على كلامك، مجبور يسالك البطوله وين قيمت حتى يتاكد من معلوماتك التاريخيه. مثل حيدر جبار، تحياتي لك استاذ علي ولضيوفك الكرام الدكتور اسعد لازم والاستاذ حيدر الرماحي. وجهه نظر الدكتور اسعد لازم يستحق ان يكون في اي منصب رياضي كونه اكاديمي ومحاضر اسيا ومدرب ونحن اليوم نبحث عن اشخاص اهل الاختصاص وفق معايير، وهذا ينطبق على الدكتور اسعد لازم. شكرا كابتن حيدر. بالفعل تحياتي للكابتن حيدر. هذا كابتن احمد الخضير تحياتنا لك. لازم اسعد لازم يكون موجود، بس علي بس سولف لي الاتحاد الدولي يقول انه اي شخص عنده منصب حكومي نعم. ما موجود. ايش كم شخص من اللي راحوا هم عندهم مناصب حكوميه كثيرين. دكتور يعني هو موجودين اكو يعني تقريبا من ال 13 يعني 10 الدكتور علاء ترى طبعا بالمناسبه طلع تقاعد نعم. يعني من حقه ان يتواجد الدكتور علاء، من حق الباقيين يعني هو اذا تقول على هذا هم نهجهم شوف اللي على ضوها شنو اللي راح يتخذوا. اذا عندك معلومه عن هذا الموضوع فاحتياجي اللي عندهم مناصب حكوميه هم يعني يتخذون القرار. زين الكابتن احمد خضير تحياتنا له. بعد التحيه للضيوف الدكتور أسعد لازم الإعلامي حيدر، أعتقد كل الأسماء التي ذهبت ورشحت من أفضل الأسماء الإدارية والأكاديمية والتخصصية ضمن مختلف المجالات، وأتمنى أن تكون هيئة إدارية تعمل للصالح العام، وأتمنى أن تعيد النظر بعض الإرادات أو الإدارات بممثليها في الانتخابات، أي من يمثل الأندية يعطي صوته بما يخدم مصلحة الكرة العراقية لا إعطاء الصوت مقابل المصلحة الشخصية. تحياتي الكابتن أحمد خضير. نعم. معناها كانت الأصوات من الهيئة العامة تعطى للمصالح الشخصية. نعم فعلا كانت سابقا موجودة. أنتوا أيضا تعطون المصالح الشخصية. لا أنا إحنا مو ضمن هيئة عامة. أنا مو ضمن هيئة عامة. أقول الزوراء عندكم ممثل بالهيئة العامة. عندنا ممثل نعم عندنا. زين يروح ينطي صوت باجتهادات شخصية لو أنتوا كإدارة تقولوا له صوتنا لفلان وفلان. لا إحنا طبعا إذا شخصية رياضية وده يرشح طبعا يكون الزوراء صوته لهذا الشخص. وإذا كان مرشح من الزوراء، الزوراء هو يملي يعني يملي الورقة يرشح نفسه وأيضا يثقف الناس اللي موجودين. بالمناسبة طبعا باسم جمال أيضا يعني شخصية إدارية وعمل في أكثر من يعني من مناسبة في اتحاد كرة القدم كأمين سر، وأيضا في نادي القوة الجوية أيضا عمل أمين سر، وشخصية يعني متمرسة بهذا الجانب. زين الكابتن إبراهيم سالم تحياتنا. السلام عليكم جميعا. من تكون عندك حكومة قوية
استقبل الفيفا وقطر أرض عراقية علينا احترامها، وأعتقد السعودية وقطر والأردن رفعوا الحظر عن الكرة العراقية، وحاليا نتكلم بأمور فقط واضح الهدف منها، ودكتور أسعد لازم يستحق التواجد. شنو هدفك؟ شكراً كابتن. أحد رفض تواجد الدكتور أسعد لازم، يعني تحياتنا للكابتن. لا بس هواي رسائل سانة. وصلتني الرسائل اللي قلت وصلك من... ما فاهمين الموضوع ترى غلط، يعني لحد أنت بس انطيني قضية لماذا شرار حيدر لم يذهب إلى قطر مع الأخوة الثلاثة. ليش دكتور شرار؟ يعني لحد الساعة 12 كان يمك ضيف مدي يمن اي طلع فيه احد يمك قنوات. لا هو يعني وحده ويا بس كان متردد قناه الرشيد أي. يعني قرر قال له مقدم البرنامج قال له هسه انت موافق يعني هسه راح ننزله بالتايتل بان انت اخر شيء قررت فلساعه متاخره الساعه 11 ونص هو قرر بان يروح لقطر لكن ثاني يوم احنا بالمطار ما تواجد الكابتن حيدر شار هو بنفسه قال شرار حيدر قال هنا للعراق ان يكون تواجدنا بقطر لماذا لا يكون الاجتماع داخل الأراضي العراقية الله يعلم مش كم شخص مخاطب من 13 وحاجوهم بهذا الموضوع ورافضين الموضوع احتمال بعد ما أدري ما استغربت من تواجد مدير عام في وزارة التعليم العالي مع الأسماء قلت لك أنا بالبداية ايه؟ طبعا استغربت وهو أصلا وزير التعليم العالي شو اللي دخل بالموضوع يعني الشخص دكتور حسين زورائي قال إذا طلع اسمي أنا ضمن الأسماء الهيئة المؤقتة أنا أعلن استقالتي من الدائرة أطلع وأتواجد في الهيئة المؤقتة لو زرعوها ما خضر إيه إذا طلع اسمي أي أنا أشعر يقول لك أنا جيت مرشح إذا طلع اسمي أنا الهيئة المؤقتة ست أشهر أنا عفو وزارة التعليم العالي بست أشهر هاي الاتفاق مع الوزارة خليك يا بست أشهر ونرجع إحنا نغض النظر عن موضوع الاستقالة ماكو هذا المنطق ما موجود ما حد يتقبل هيك منطق انه انا رايح على هيئه مؤقته لمده 6 اشهر اللي مرشحني وزير تعليم العالي واذا طلع اسمي رجل عنده رغبه الاستقاله احمد الغراوي يقول تحياتي لكم لماذا لا يقوم المرشحين للهيئه المؤقته بتشكيل الهيئه من خلال انسحاب البعض وترك الافضل امام الاتحاد الاسيوي لاختيار يعني يقول لك احنا 13 انا اشوف الدكتور افضل مني انسحب انا ما قادر على العمل انسحب ليش تخلونا بهذه جدلية الإحراز من راح يرفضون 5 إلى 6 أسماء دكتور؟ يعني الباقين حتى يعني التثقيف اللي صار اللي ما راح يكون اسمه موجود راح يروح باتجاه اللجان يعمل باللجان. الكابتن جليل زيدان تحياتنا إليه يقول تحياتي لك ولضيوفك الكرام. على نقطة مهمة بس قبل لا تقرأ رسالة زين. الكابتن جليل. يعني 13 شخص هم كلهم راح يعملون بالهيئة المؤقتة كيف؟ مثل ما تكلم دكتور نعم أسعد قال لك بالاتفاق على ما طلع اسمه اللي راح يرفضون اللي راح يرفضون راح يشتغلون كلجان انطيهم رغبة عندك رغبة تجي تشتغل باللجان يقول عندي رغبة خليجي مثلا أنا اللي عنده رغبة راح يشتغل يعني ما اشتغل باللجنة الفنية يشتغل باللجنة بالاتفاق أنا باللجنة الفنية أو أنا لحد الآن باللجنة الفنية زين علاء عبد القادر إذا ما طلع اسمه يعني ما يشتغل باللجنة الفنية معناها أنتم متفقين قبل لا تروح لا يعني هذا الحوار بيناتنا هي هاي خلينا نقول خبزة ومخبوزة من زمان لا هو شنو قابل احنا يعني تحياتي للدكتور لا حد ياخذ الموضوع على دكتور اسمح لي لا اسعد هنالك بعض الاسماء هاي خبزه مخبوزه الحمد لله اولا انا رجل اكاديمي واستاذ جامعي والحمد لله يعني راتبي وهذا حتى وياي الاساتذه وياي 3 دكاترة اساتذه جامعيين كلهم الله يمكنهم كلهم ما نريد ندور جاه ولا ندور مال والنعم منك دكتور المدرب جليل زيدان تحياتنا عليه يسلم عليكم والحديث لا يجدي نفعا لأنه لا يقدم ولا يؤخر وعلى الجميع التفكير والتصحيح بالقادم وطي الموضوع بالفعل شكرا الله والمفروض نفكر بالمستقبل وبالتالي نتمنى للهيئة المؤقتة القادمة اللي راح تطلع بعد 10 أيام أو نتمنى ل 13 شخص بالتحديد اللي حضروا في قطر الموفقية وإن شاء الله سائل بر للرياضة العراقية والكرة العراقية بكل صراحة والمقابلات تمت زين. فإحنا ننتظر بعد حسين يقول سلام عليكم سلسلة الأحداث تشير إلى أيادي قطرية والشخصيات الذاهبة إلى قطر لا تستحق تمثيل العراق لأنهم أهانوا العراق بالذهاب إلى قطر هاي كيفتل هذا لا 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 والله رافضها مفوض حسين من مركز شرطة الخنساء تحياتنا للمفوض حسين لا قابلة بروحتكم هذا رأيه محترم ماكو أي تدخل قطري بس المسألة رأيه محترم تريد تجملها يعني كجمهور لا والله مو أجملها لا مو أجملها يعني قطر ما رفض مو قلت لك قال لك الدكتور حتى لو كانت بالسعودية أنا الموضوع أيضا رافضة بس المسألة وما بيها أسلم نرجع نقول ويقول لك الجماعة قاعدين ضد قطر ودي يسولفون ضد قطر كمل زين رقم غريب ما أعرف ها بالأخير كاتب الكابتن كريم رزاق السلام عليكم الاتحاد الدولي عندما حل الاتحاد المصري لكرة القدم
عمل الاجتماع في تونس بحضور الاتحاد الأفريقي وقابل المرشحين، وبعدها تم تسمية لجنة لقيادة الكرة المصرية. الأمر جدا طبيعي دكتور، طبيعي جدا في ما أعرف ليش الإخوان متحسسين وغيره متحسسين من الذهاب لقطر، إذا صايرة في مصر وصايرة في تونس وصايرة في الأردن وصايرة في ليش فقط في العراق كل سالفة نحط بها خيانة للوطن دكتور؟ اي فعلا احنا هي ما يتحمل. هي من انطرحت الاسماء هاي كانت يعني راي، يعني صار حديث راي عام اول ما انطرحت الاسماء وصار شوف المواقع الاجتماعيه صارت فد عمليه كلش طبيعيه. اجينا المحطه الثانيه من رحنا لقطر ايضا هذا الموضوع انثار. احنا الامور احنا جايين لاجل مصلحه كره القدم العراقيه. حلو. اليوم اتحاد كره القدم انحل، لازم نجد امور بديله في سبيل. هناك اكو دوله دا تتعاونك، اتحاد دولي يريد يتعاون معك، الاتحاد الآسيوي يريد يجي يحل لك هاي المشكلة. تعالوا يا أشخاص أنتم موجودين وهيئوا البرنامج مالكم وإحنا معكم، شو تريدون تقدمون، شو تريدون تسوي توسعون، وإحنا نريد، وإحنا عن قرب معكم ودنتابع برامجكم لأجل الارتقاء بكرة القدم العراقية. دار حديث بينك وبين اللي رحتوا إلى الدوحة، متفائل؟ اكو برنامج راح تعملون عليه؟ والله انا متفائل، احنا كلتنا المجموعه ال 13 متفائلين وجايين لخدمه الكره العراقيه ومتطوعين، ما عندنا يعني مبغى اخر منا ومنها، احنا جايين نريد نخدم الكره العراقيه، عانت ما عانت، هناك ظروف مرت بها، يجب ان نصلح بعض الشغلات اللي رافقت الكره القدم العراقيه، وان شاء الله احنا نخليها بالاتجاه الصحيح حتى تكون حال الدول الجوار واتحادات. خلص وقتي بس حتى أكرر وأثبت هذه النقطة، من صلاحياتكم كهيئة مؤقتة تغيير النظام واللوائح وتوسيع الهيئة العامة. نعم أكيد. نعم جيد، شكرا جزيلا دكتور سعد لازم، شكرا زميل حيدر الرماحي، شكرا للكابتن غني شهد اللي كانوا ويانا باتصال هاتف، وشكرا لجميع الرسائل اللي قرأتها واللي ما قرأتها. نلتقي غدا، سلام عليكم ورحمة الله.